عم تسألوني شو باكل خلال النهار؟ احضروا الفيديو لتعرفوا. ترويقتي دايماً بتبدأ مع الماجيكال درينك تبعي الفيجيتابل جوس اللي يعتبر سوبر فود. تروق كل يوم بيضتين مشان البروتين، وسامتايمز باخد شوية كاربز من الرايس كيك، وطبعاً في عندي الفيجيتابلز الخيار، بندورة، خس، هيدا تقريباً اللي باكله أنا كل يوم الصبح. أطيب سناك عندي هو التمر والجوز، باخدهم معي وباكلهم كل النهار لحس حالي هيك يعطيني شوية طاقة وحيوية خلال النهار. أما هيدا الدرينك فهو باخده معي كل النهار وبشربه، هو ماي سيكريت درينك، بدكم تعرفوا شو في بقلبه بتقروا الكابشن. الغداء إجمالا بيكون دايما سلطة مع دجاج مشوي، جريل تشيكن أو لحمة بس. أما العشاء دايما خفيف، 2 رايس كيك مع لبنة وتركي وشوية خضرة وأيام لبن. هلأ صرتوا تعرفوا أنا شو باكل خلال النهار، خبروني أنتو شو روتين أكلكم، اكتبوا لي بالكومنتس.